السلام عليكم، مرحبا بكم معي في يوميه شيف حليمه ونهاركم مبروك. اليوم غادي نقدم لكم عسل منزلي بالاعشاب المنسمه، كيجي رائع رائع وناجح 100%. والمكونات ديالو بسيطه وسهل ماهل في التحضير. كنتمنى ان شاء الله هذه الوصفه تعجبكم وتنال الرضا ديالكم. هنايا بالنسبه للمقادير البنات، غادي ان شاء الله نعاود معكم هذه الوصفه. كاين اللي ما باقي ما شافهاش، المهم نخلي كل واحد على الخاطر ديالو. هنايا كان كمكونات كنحتاج هنايا كما كتشوفوا عندي معلقه صغيره من الزنجلان او السمسم، وعندي معلقه صغيره من الزعتر. هنا عندي واحد الحامضه بحال ما هكذا مقطعه دوائر، او ليمونه مزوله ليها هذا العظام ديالها. هنايا عندي واحد العود القرفه كبير غير قسمته على نصفين، وكنحتاج واحد الحبه من الباديانا، وعندي واحد 6 الحبيبات من هذا القرنفل او المسمار. هنايا عندي واحد جوج معالقات صغار من اتاي حبوب الشاي او اتاي. هنايا كنحتاج واحد القطرات من هذا روح الزهر، هذا روح الزهر البنات قطرات ماشي بزاف. وهنا غادي نحتاجو المسكة الحرة، غنحتاج غير القليل منها صافي. وهنا غادي نحتاج 180 ملي من ماء الزهر العادي. هنا كنحتاج بالنسبه للماء غادي نحتاج لتر من الماء. انا غادي نعمل بالنسبه للسكر غادي نعمل 2 كيلوغرام من السكر، والا عملتو غير كيلوغرام عملوا دائما نصف الكميه من الماء وصافي. دابا نمروا للطريقه ديال التحضير. كمرحلة اولى غادي نحتاجو دائما واحد الطريف ديال الثوم كيكون ديال حياتي من طبيعه الحال كيكون نقي صافي، وغادي نضيف عليه حبوب الشاي، وغادي نضيف عليه السمسم او الزنجلان والزعتر، وغادي نضيف هذا القرنفل او المسمار، وهذا الحبه ديال باديانا وصافي. غادي نجمع هاد الكموسه هادي، كنحاولوا كنغلقوا كنحكموا الاغلاق ديالها باش ما كتفتحش لينا في الطهي. بشتى الصور أحب الوفي الأمين الأغر، فأهل الوفاء كلون السحاب وحسن الربيع وماء المطر. أحب الوفاء بشتى الصور أحب الوفي الأمين الأغر، فأهل الوفاء كلون. هنايا غادي نضيف واحد الطنجره على النار، غادي نضيف فيها السكر. دائما البنات بالنسبه للسكر كنضيف الكميه ديال السكر. هنا انا عملت 2 كيلوغرام من السكر، وغادي نضيف عليه لتر من الماء، ولا عملت نصف الكميه ديال السكر كيلو من السكر كتضيفوا عليه نصف لتر من الماء وصافي. كما كيبان لكم غادي نضيف هنا الماء. البنات هاد العسل راه معتمد عندي انا دائما، كنستعملو دائما في المعسلات الشباكيه، راه كيجي رائع البنات، وكيجي بحال ما هكا لاصق لينا في الشباكيه في هذا بريوات يعني، وكيجينا منسم بزاف. وكنضيف عليه هنا طرونش ديال الحامض او دوائر الليمون، وغادي نضيف عليه هذا عويدات القرفه وهاد الكموسه وصافي. غادي نخليه غادي نغطيه وغادي نخليه حتى كيلحق ليا مرحله الغليان. من بعد البنات ما كيلحق ليا درجه الغليان كما كتشوفوا صافي، غادي نقص عليه النار، كتكون النار مهيله بزاف، وكنخليه ساعه و35 دقيقه. وبالنسبه الى طيبته في طنجره الضغط كتخليوها البنات من 40 دقيقه حتى 45 دقيقه. هنا بالنسبه للبنات الماء الزهر وقطرات تاع روح الزهر والمسكه الحره او المستيكا، غادي نخليو هاد العناصر حتى المرحله الاخيره. من بعد البنات ما كتمر ساعه و35 دقيقه صافي كنحصلوا على هاد العسل، على هاد اللون، هذا لون بني او ذهبي،
وكما كتشوفوا حتى الشرائح ديال الليمون او الحامض حتى هما كيصبحوا لينا على شكل هذا ذهبي. صافي كنعرفوا بلي العسل وجد لينا. صافي انا غادي نزول هاد الشرائح ديال الليمون او الحامض، وغادي نزول هذا القرفه، وغادي نزول هاد الكموسه ديال المنسمات. احب الوفاء بشتى الصور، احب الوفي الامين الاغر، فاهل الوفاء كلون السحاب وحسن الربيع وماء المطر. مقامهم فوق رأس الجبال وفوق الرواب وعند القمر، ويا من تحب. صافي من بعد البنات كنضيف قطرات من روح الزهر، جوج نقيطات صافي حيت مجهد بزاف، وغادي نضيف هذا ماء الزهر. صافي وغادي نضيف المسكه الحره او المستيكا. بالنسبه للمسكه الحره كتخلي هاد العسل كيقبط لينا في المعسلات بحال البريوات الشباكيه. والصراحة انا هاد العسل كيجينا البنات كيجي بحال ما هكذا ملمع على الشباكيه وعلى بريوات على اي معسلات. صراحة رائع البنات بزاف هاد الطريقه ديال التحضير ديالو، العناصر ديالو عفوا المقادير. وصافي غادي نخليه هنايا من 5 دقائق حتى ل10 دقائق وعلى نار مهيله. صافي من بعد ما كنخلي 10 ديال الدقائق على نار مهيله البنات، صافي كما كتشوفوا كنحصل عليه على هذا القوام هذا او وحتى اللون اللي كيصبح لينا لون ذهبي بني غامق. وصافي غادي نخليوه حتى تيبرد مزيان، دائما كنخليوه ليله كامله. وصافي كنحصل عليه على هذا القوام، كيجينا البنات ثقيل. وصراحه هاد المقادير هادو طريقه تبعوا غير الطريقه ديال التحضير وتبعوا حتى والمقادير حتى هي كتكون بحال ما هكذا مضبوطه، وغادي تحصلوا على واحد النتيجه اللي مرضيه. احب الوفاء بشتى الصور، احب الوفي الامين الاغر، فأهل الوفاء كلون السحاب وحسن الربيع وماء المطر. كما كتشوفوا هذا هو الشكل النهائي اللي كنحصل عليها البنات. راه هذا العسل كيجي رائع والنتيجه ديالو مرضيه وكيجي ناجح 100%. وكتقدروا كتعملوا عليه كتزيدوا واحد بحال ما كان العسل، شري واحد القريعه اللي كتكون حره. انا دائما كنزيد عليه تقريبا واحد الكيلو حتى الكيلو ونص من العسل اللي يكون حر جيد. وصافي كنبقى نستعمله دائما البنات. ملي كتستعملوه كتعملوه في قريعات وكتفرقوه باش كتخليو دائما اللي كتستعملوه هكا في الشباكيه. الا كان باقي نقي البنات كتبقاو تخليوه هكا المعسلات كاملين بحال البريوات بحال اي حاجه كتكون هكا معسله، باش ما كتبقاوش مثلا كتعملوه كامل وكيفسد ليكم وكتضطروا عاوتاني باش تعاودوه او تشريوه. وكنتمنى البنات خليوا لي عدد كبير من اللايكات وتعجبكم هاد الوصفه، ودائما تفعلوا الجرس اسفل الفيديو باش يلحقكم جديد الوصفات. ولا كنتو اول مره كتشاهدوا القناه ديالي ما عليكم الا تشاركوا فيها، وراكم منوريني. وكنتمنى البنات دائما التشجيعات ديالكم ودائما تسناو مني كل جديد في هاد رمضان ان شاء الله. وبسلامه عليكم، خليتكم في امان الله، احبكم في الله، الى فيديو قادم ان شاء الله. وفاء بشتى الصور، أحب الوفي الأمين الأغر، فأهل الوفاء كلون السحاب وحسن الربيع وماء المطر. أحب الوفاء بشتى الصور، أحب الوفي الأمين الأغر، فأهل الوفاء كلون السحاب وحسن الربيع وماء المطر. مقامهم فوق رأس الجبال.